مساء الخير واهلا بحضراتكم في تغطيه اخباريه جديده سنتابع فيها مع حضراتكم بيان عاجل من المستشار حماده الصاوي النائب العام بخصوص واقعه استشهاد ضابطي شرطه بالاسماعيليه. منذ لحظات امر المستشار حماده الصاوي النائب العام بالتحقيق في استشهاد ضابطي شرطه بالاسماعيليه، وكانت تلقت النيابه العامه صباح اليوم الاربعاء الموافق طبعا 6 أكتوبر اختارا باستشهاد ضابطي شرطه واصابه 2 آخرين من قواتها خلال مبادلتهم الاعيره الناريه مع متهم سبق اصدار اذن من النيابه العامه بضبطه ووفاته خلالها. فأمر المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل في الواقعة. أيضا تحريات الشرطة كانت توصلت لإتجار المتهم المتوفي واثنين آخرين في الأسلحة النارية والذخائر، فأذنت النيابة العامة بضبطهم وتفتيشهم. وبانتقال الشرطة اليوم لضبط أحدهم بادرهم بإطلاق العيرة النارية فأصاب الضابطين الذين استشهدا ففاضت أرواحهما، كما أصاب 2 آخرين جاري تداركهما بالعلاج، وقد توفي المتهم خلال تبادل الأعيرة النارية. شكلت النيابة العامة فريقا من أعضائها انتقل لمسرح الحادث وعينه وفي صحبته خبراء الإدارة العامة للتحقيق ويعني حول الأدلة الجنائية، كما انتقل الفريق لسؤال المصابين من قوات الشرطة وجاري استكمال التحقيقات. الحقيقة بمناسبة أيضا هذه الواقعة بتشد النيابة العامة على أيدي رجال الشرطة لما يقدمونه من تضحيات في سبيل ضبط الجرائم ومرتكبيها تحقيقا للأمن في كافة أنحاء الوطن، لا سيما في مثل هذا اليوم الذي طالما كان رمزا في تاريخ مصر للتضحية والفداء إعلاء لسيادة الدولة المصرية على أراضيها في سلسلة متصلة من البطولات والعطاءات التي لا تنضب بين الماضي والحاضر والمستقبل. مرة ثانية خلوني أعيد على حضراتكم تفاصيل هذا الخبر العاجل. منذ لحظات أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بالتحقيق في استشهاد ضابطي شرطة بالإسماعيلية، وكانت تلقت النيابة العامة صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر اختارا باستشهاد ضابطي شرطة وإصابة 2 آخرين من قواتها خلال مبادلتهم العيرة النارية مع متهم سبق إصدار إذن من النيابة العامة بضبطه ووفاته خلالها. فأمر المستشار النائب العام بالتحقيق العاجل في هذه الواقعة. أيضا تحريات الشرطة كانت توصلت لإتجار المتهم المتوفي واثنين آخرين في الأسلحة النارية والذخائر، فأذنت النيابة العامة بضبطهم وبتفتيشهم. وبانتقال الشرطة اليوم لضبط أحدهم بادرهم بإطلاق العيرة النارية فأصاب الضابطين الذين استشهدا ففاضت أرواحهما، كما أصاب 2 آخرين جاري تداركهما بالعلاج، وقد توفي المتهم خلال تبادل الأعيرة النارية. شكلت النيابة العامة فريقا من أعضائها انتقل لمسرح الحادث وعينه وفي صحبته خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، كما انتقل الفريق لسؤال المصابين من قوات الشرطة وجاري استكمال التحقيقات. بمناسبة هذه الواقعة بتشد النيابة العامة على أيدي رجال الشرطة لما يقدمونه من تضحيات في سبيل ضبط الجرائم ومرتكبيها تحقيقا للأمن في كافة أنحاء الوطن، لا سيما في مثل هذا اليوم الذي طالما كان رمزا في تاريخ مصر للتضحية والفداء إعلاء لسيادة الدولة المصرية على أراضيها في سلسلة متصلة من البطولات والعطاءات التي لا تنضب بين الماضي والحاضر والمستقبل. هذه كانت تفاصيل هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا منذ قليل، وبالتأكيد سنوافي حضراتكم بكافة التفاصيل على مدار الساعة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، كنت معكم ألا أشيطة، شكرا لكم وإلى اللقاء.